معاك محمد وحيد. احنا هنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس ووزارة الداخلية. احنا هنا في منفذ أمان ميدان العباسية. احنا هنا موجود عندنا كل السلع الغذائية وكل مشتقات رمضان، مش رمضان، كل حاجة موجودة عندنا ومتوفرة وبأقل الأسعار. يعني احنا نسبة الأسعار عندنا بتبقى أقل من بره من حوالي 10% ل 20% حسب المنتج. تمام؟ احنا هنا بنبقى موجودين من 9 صباحا لحد 12 ليلا. احنا ممكن في مع حضرتك ورانا زي ما حضرتك شايف البلح بجميع انواعه وبجميع مقاساته بيبتدي من اول 13 جنيه. علبة البلح 300 جرام من اول 13 جنيه. تمام؟ في عندنا بلح ناشف، في عندنا جميع المنتجات الغذائية موجودة. تمام؟ كل حاجة موجودة عندنا ومتوفرة وبأقل الأسعار. المكرونة الأكياس بتبدأ من بيبتدي من أول المكرونة من أول 4 جنيه اللي هو كيس صغير فيما فوق. تمام؟ الرز حسب أنواعه. تمام؟ بيبتدي من أول 8 لحد 12 جنيه. تمام؟ السكر ب11. أنا اسمي صبري محمد مع معاش. المبادرة جميلة جدا وأسعار فيها كويسة ويعني معقولة الحمد لله عن السوق بره. في أسعار بره يعني في فرق جامد بينها وبين. أنا لسه جايب حاجات قبل كده قالتني كنت استنيت شوية يعني ولقيت الأسعار دي. ده كان في فرق جامد يعني الحاجات اللي جايبها في فرق معايا فرقت معايا أكتر من 200 جنيه فالحمد لله يعني ربنا يعمل الخير على البلد كلها. الحمد لله بس انا بدور على حاجه معينه ما بدور عليها. مورات جميله والله العظيم بتخف عن الناس شويه عن ضغط الناس. وانت عارف ظروف المعيشه دلوقتي بقت صعبه شويه على بعض الناس يعني فالمورات دي يعني بتريح بعض الناس شويه. وكل واحد بيجيب على قد حاله يعني. الحمد لله يعني. بين الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير يعني. نحمد ربنا على اللي احنا فيه.